هل باتت أخبار تنظيم داعش الإرهابي مسلمة في نشرات الأخبار العراقية رغم ما مني به من خسارة تغنى بها العراق نصرا على الإرهاب؟ الإرهاب الذي خلف ركام الجثث والأنقاض والحسرة على الأرواح. في الذاكرة العراقية تجرع ذوي الضحايا إلى الوقت الحاضر ويلات ما فقدوه. ورغم هزيمة التنظيم ومنذ ذلك الحين بات الحديث عن داعش الإرهابي متواترا بين كر وفر لخلاياه النائمة في العراق وسوريا. يكشف تقرير جديد للأمم المتحدة عن وجود ما بين 5,000 إلى 7,000 مقاتل لداعش في أنحاء عراقية وسورية، معلومات تعززها تقارير مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي على حد سواء باستمرار نشاط عناصر وخلايا الإرهاب التي وكأنها لم تعد نائمة كما يؤكد خبراء عسكريون. درج داعش على تكييف مجموعاته بالاندماج مع السكان المحليين واختيار المعارك التي يتوقع أن تؤدي لخسائر محدودة، تكتيك يرى محللون أنه يحتاج لخطط أمنية تقطع الطريق على استغلال العناصر لثغرات أمنية لمساحات مختلفة في البلاد. الخطر الأشد ما يكشفه التقرير الأممي حول وجود نحو 11,000 مسلح إرهابي محتجزون في شمال شرق سوريا، من بينهم أكثر من 3,500 عراقي وحوالي 2,070 جنسية. خطر يضاف لوجود مخيم الهول الذي يضم 55,000 شخص. تقول الأمم المتحدة أن لبعضهم صلات مزعومة بروابط عائلية مع داعش، ويتجه مراقبون إلى تبني وجهة نظر انشغال العراق بصراعاته السياسية وملاحقة الفساد وإخفاق حكومات متعاقبة في شؤون جعلت من داعش مستغلا لثغرات قد تنمو فتصبح معارك ضروس قد تعود مع وجود آلاف المقاتلين، بما يعني أن ضعف هجمات داعش لا يعني أن شره اختفى.